صلاة الإمام هل يجوز القراءة أو متابعة الإمام من المصحف أثناء الصلاة؟ نعم يجوز، وخاصة عند الشافعية أن يقرأ أحدنا وهو في الصلاة من المصحف أصلا، فالإمام يحط المصحف قدامه كده وعليه فضيلة مولانا الشيخ زكي الدين عمل مصحف التهجد وطبعه، وتفتح مصحف التهجد وتقرأ. مصحف التهجد ده معناه انك انت بتقرأ من المصحف سواء اكنت حافظا او غير حافظ، بس التلاوة بتاعتك المصحف، سواء اكنت اماما او مأموما. اللي انت بتسأل سؤال ادق من كده، وهو ان الواحد علشان يركز مع الامام ماسك المصحف ورا الامام، وطبعا دي بتيجي اكتر كمان او بعضهم بيعملها علشان يراجع على الامام لحسن الامام يغلط يرد الامام، او ان هو يرتج عليه فما يعرفش، او يطلب الطعمة. يطلب الطعمة. أيوه. إذا طلب الطعمة فأطعموه. نعم. يعني يقف، يعني قولوا لي بس كلمة ونقول. واخد بالك. فالأم يمسك كده علشان يفتح على الإمام أو علشان كذا، أو علشان يركز مع الإمام زي ما حضرتك وصفت. ما فيش مانع، لأنه ده جزء من الكل اللي بيقول هل يجوز النظر إلى المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة ولا لا. فإحنا عندنا أنه يجوز في الفرض وفي النفل، ويجوز للإمام وللمأموم.